حوارنا مع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. سياده الوزير، مساء او صباح الفل على حضرتك، وبالتوفيق يا رب ان شاء الله. حضرتك وانا يعني كنت بصراحه يعني بشكر الاعلام وبشكر حضرتك على يعني ابراز دور كبير جدا لاهم حدث في 2020 و2021، بطوله العالم لكره اليد وكاس العالم لكره اليد. هذا التحدي في ظل هذه الظروف الصعبة ومعظم دول العالم ألغت كل الارتباطات وكل البطولات، لكن أعتقد أن هذا التحدي بيأكد أن الدولة المصرية بتعلي من قيمة الرياضة، وأنه بالفعل الرياضة أمن قومي، والرسائل الكتيرة اللي عايزة تقدمها مصر من خلال تنظيم هذه البطولة يا فندم. طبعا في رسائل كتيرة جدا والدفعة قوية والاهتمام بتفاصيل من سلطة الرئيس الحقيقة، يعني في الرياضه بصفه عامه وفي احداث كبيره زي كده بتبرز دور مصر وبتبرز قد ايه الحمد لله الدوله المصريه بتتقدم وبتدي كل الدفع للرياضه والرياضيين في انشاءات كثيره جدا، في امكانيات بتكرس للرياضيين وللرياضه. ده شيء مهم جدا. على فكره كاس النهارده جه حاجه جه مع الدنمارك، نعم، كاس العالم و ليه قيمه كبيره زي كاس العالم كره القدم بالظبط في القيمه يعني. طبعا ودي حاجه عظيمه يعني، وان شاء الله ان شاء الله يعني حاجه تكون مهمه جدا. احنا بنشوف اهو قاعدين بالبروفات بتاعت الاحتفال، حاجه ان شاء الله يعني نفتخر بيها كمصريين يعني. سياده الوزير، يعني عايزك تحطني في الصوره الان، ماذا يحدث في هذه اللحظات؟ منتخبنا الوطني، الوصول، الفرق، الاعتذارات، الاتحاد الدولي كان مجهز نفسه بفرق بديله، يعني الفرق وهي لما جت، الدول لما جت، والاستقبال وردود افعالها عامله ازاي؟ اولا يعني النهارده كان في زياره مهمه لدوله الوزراء، نعم، تفقد بشكل اخير والاستعدادات كمان ان هو يخاطب المنتخب القومي، طبعا رفع روح معنوية وشد قدره على البطولة إن شاء الله لخير التمثيل. ده كان شيء مهم جدا الحقيقة. الفرق يعني جت وشافت إن كل اللي إحنا قلناه في البرزنتيشن الكبير في المؤتمر الصحفي اللي وصل، اللي نقلوه السادة السفراء من مصر إلى دولهم، لقوا مصداقية كبيرة جدا، في اهتمام، في دقة من وزارة الصحة واللجان العاملة في كل التفاصيل، في الفنادق، في التحرك، في المرافق، كل التفاصيل في الحياه بمنتهى يعني الخبره والدقه. ميدن ايجيبت يعني. ميدن ايجيبت صحيح. الطباعة طبعا عادي جدا، وكلنا يعني بنضبط كل التفاصيل ان شاء الله. الاتحاد الدولي عامل حساباته كامله لان هو يعني حط التايم وقال لا، هو احنا يعني ده الوقت اللي هنعمله ومفيش تاجيل، فبالتالي عامل احتمالات واحنا جاهزين لكل حاجه. ويمكن بعض الدول يعني امريكا كانت يلو كارد، يعني هي اختيار من الاتحاد الدولي، ما كانش تصفيات من البدايه يعني، ما كانش غلط اختيار الاتحاد الدولي، وهو كان عامل حساباته في سويسرا موجوده وايضا يعني الدوله الاخرى، فكله ان شاء الله الدولتين اللي موجودين او اللي حصل يعني في دول الاتحاد الدولي عمل حساباته كلها، وبكره ان شاء الله بنكمل بقيه الدول وبقيه الفرق برضو بمنتهى الاهميه في الاستقبال والاجراءات. وان شاء الله ان شاء الله يعني مصر كلها والعالم هيشوف، لان ما نقول لكل دول العالم يعني كم كبير جدا من دول العالم هتشوف. وزي ما حضرتك قلت ده الحدث الوحيد على الكره الارضيه اللي كمان يعني احنا دلوقتي العالم كله بيتكلم على مصطلح جديد اسمه نيو نورمال، يعني احنا هنعيش حياه مختلفه، الطبيعه فيها مختلفه او طبيعه الحياه مختلفه ما بعد الكورونا. نعم. فبالتالي النيو نورمال في الرياضه والبطولات، البطوله دي هي اللي هتلعب دور كبير فيها. عشان كده الاولمبيكس والدوره الاولمبيه كمان يعني هتبقى دور كبير من نجاح البطوله اللي ان شاء الله اقامتها زي ما انا عارف. منتخب اليابان جه بدري، عمل يعني معسكر بدري، لكن بيدقق كل التفاصيل اللي بنهتم بيها، انشاءات، اسلوب تنظيم. استاد القاهره يعني بيبرز في احلى صوره جوه وبره، وزي ما الحمد لله يعني كان في ظروف مختلفه عملنا كاس افريقيا كره قدم، ايضا في ظروف استثنائيه مختلفه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
يعني تعب كل مصري وكل اللي موجودين واهتمام كل مصري والاعلام ان احنا كلنا ننقل صورتنا بالشكل ده لبره وجوه. دي ثقه كبيره جدا في نفسنا، وكمان يعني دي القياده السياسيه والحكومه والشعب المصري بيهتم بتفاصيله القويه للدوله الحديثه المصريه كده. هل في تغيير في الملاعب اللي هتحتضن البطوله ولا زي ما هي يا فندم؟ احنا زي ما احنا. لا مفيش، ده سيستم محطوط. أيوة. وموجود استاد القاهره، الصاله المغطاه، برج العرب، ال 6 اكتوبر، العاصمه الاداريه. العاصمه الاداريه ده هيكون اول ظهور يا فندم باذن الله. اول ظهور لمدينه رياضيه في انشاءات، خلصت حاجه كبيره. نعم. في العاصمه الاداريه. اعتقد ان انتوا بتحضروا لنا مفاجاه، لانه حاولنا اكتر من مره ان احنا نصور هناك، فصممتوا انه الامور يعني تبقى مفاجأة بالنسبة للناس، يعني غششني كده شوية. لا احنا ان شاء الله بإذن الله، عشان قفلت بس الطابل بتاعتهم، لكن ان شاء الله كابتن شوبير نكون موجودين مع بعض هناك يعني نعمل حاجات كتير. لكن الصالة 7600 سمارت ستاديوم زي كل الصالات. نعم. بأحدث تفاصيل. الصالة كمان مش صالة واحدة، احنا في عندنا ثلاث صالات كمان مع الصاله دي. كمدينه رياضيه اللي هي ان شاء الله ذا كلاب 2 او ذا كلاب بلس، سلسله الانديه اللي وزاره الشباب والرياضه يعني بتقدمها للمجتمع المصري. طبعا 92 نقطه فدان، ملاعب كل انواع الرياضه موجوده، حمامات سباحه على اعلى مستوى، اولمبيه، يعني حاجه نستفيد بيها كمصريين، وحاجه كمان ان احنا يعني نضيف جزء مهم في مستقبل مصر القادم من العاصمه الاداريه اللي في خط الرئيس يعني راهن في وقته وفي جهده وحاجات كثيره جدا، والحمد لله تطلع يعني في ادهى صوره حياتي. تعليق السادة الضيوف على نظام الفقاعة والإجراءات الاحترازية اللي واضح إنها اتعملت على المسطرة زي ما بيقولوا سيادة الوزير. بص حضرتك إن لا استثناء بمنتهى القوة، ده كان شيء مهم جدا. يعني اللجنة الصحية، اللجان الصحية ووزارة الصحة الحقيقة يعني المفروض والمفروض يطلبوا عشان يأدوا لازم يدخلوا بنفس الإجراءات، وده اهتمام إدى يعني كمان ثقة في كل البرفورمانس او الاداء بتاعنا بما فيها الخوف يعني على صحه الناس وصحه كل الموجودين. ان شاء الله ان شاء الله تعدي كل حاجه على خير ويرجعوا بلادهم على خير باذن الله. سمعنا سياده رئيس الوزراء النهارده وعرضنا كلمته في بدايه اللقاء، لكنه الولاد وحضراتكم بتشوفوهم، كنت شايف رد الفعل عامل ازاي يا فندم؟ طبعا يعني احنا في الحالات اللي زي كده حاطط رياضي كبير بيكون الحمل النفسي مع حتى ده يعني تحدث فيه دوله رئيس الوزراء ان عندكم يعني بطولة على ارضكم، فاكيد ده محملكم كتير. فعلا ده حمل نفسي، حمل اللعب على ارض مصر وعلى ارضهم، ده عارفين ان هو حملين مش حمل واحد، فبالتالي يعني بنسميها كده حمى البدايه في علم النفس الرياضي. اكيد هم ان شاء الله عندهم استعداد كامل للكفاح، لكن مبسوطين لما بنتكلم معاهم وبيحسوا ان مؤازره الدوله المصريه كلها، سواء يعني الشعب المصري والرياضيين والحكومه وفخامه الرئيس اللي قابلهم وكرمهم واداهم اوسمه، دي كلها معطيات اكيد يعني هيبذلوا جهد كبير جدا. الاتحاد يمكن كان واضح قال احنا يعني دي بطوله عالم واحنا يعني ان شاء الله نوصل دور الثمانيه، يعني ده كان كلام الاتحاد وتنبؤاته. ان شاء الله ان شاء الله يعني نوصل ونفوق هذا الوضع. الفريق اجتهد، لكن طبعا احنا كلنا ملمين، وفرنا كل حاجه. انا بتكلم بقى كمنتخب واحنا كدوله وفرنا لهم كل حاجه، لكن طبعا مفيش معسكراتنا، الدول كلها قفلت كورونا، فمفيش تبادل الدول لبعض ان يخرجوا بقدر الامكان يتعمل يعني شويه مباريات بالقدر الكافي. نعم. لكن انا بقول ان كل الفرق تساوت في هذا الموضوع او الدول تساوت في هذا. نعم. الموضوع، لان العالم كله بيمر بنفس الظروف يعني. صحيح. ان شاء الله ان شاء الله يعني نشوف يعني جرعه مناسبه من كل حاجه، في الرياضه، في افتتاح، في تنظيم، ويعني يمكن في اجازات كتير
موجوده واولادنا يمكن بيذاكروا من البيت ويعني هيشوفوا بقى الفتره دي هم في البيت جرعه رياضيه محترمه جدا 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 ان شاء الله زي العالم بالظبط. نعم. يعني كمان مصر نجحت نعم ان هي تاخد حقوق الجد بدري خططنا ليها يعني يا ما شاء الله يعني ده قناه رياضيه خاصه اون تايم سبورتس 3 الحقيقه عشان هذا الحدث شيء رائع يعني. لا ما هو ما جاش بكده ده احنا كان في من سنه تفاوض نعم ويعني القنوات المصريه الوطنيه دخلت معانا نعم ودخلنا بمنتهى القوه في ان احنا ناخد الحقوق ومحدش يتحكم فينا وده يعني برضه مش قليل حتى ماليا لكن الحمد لله قدرنا ان احنا ناخد الحقوق علشان مصر كلها تشوف ويعني وتوفر لهم كل الوسائل يعني ده الحمد لله ان ده متاح نعم بالشكل دوت يعني. هذا الرجل المصري الجميل اللي معجون بميه النيل وبطين مصر دكتور حسن مصطفى رئيس اتحاد دولي لكره اليد اللي بالفعل من خلال مكانه ومكانته قدر يذلل كل العقبات لصالح مصر اعتقد انه يستحق مننا جميعا كل تحيه وتقدير واحترام معالي الوزير. والله كان في تعاون كبير جدا مع الدكتور حسن نعم. من في كل التفاصيل يعني الفترات اللي فاتت سواء في زيارات الاتحاد الدولي للصالات والتقارير اللي كانت بتتقدم والفتره اللي فاتت دي يعني قعد معانا وخير طبعا كل الشكر والتحيه والتقدير وان شاء الله ان شاء الله كلنا نطلع حاجه كبيره وتطلع يعني على خير في ظل هذه الظروف الاستثنائيه. هل في مفاجات نتوقعها غدا ان شاء الله بعد الاغنيه الجميله اللي انتوا طلعتوها لنا دي اللي اتعملت الحقيقه بشكل رائع هل من مفاجات اخرى يا فندم؟ هتشوفوا حاجه كويسه زي ما يعني عملنا بمنتهى الاحترافيه نعم الشكل الصاله الحفل الافتتاح هيكون يعني حاجه كويسه جدا وان شاء الله بقى يكون فريقنا كمان أداؤه بما يتناسب مع مجهود الافتتاح يا رب يعني. يا رب انا الحقيقه مش عايز اخرج عن اطار الهاندبول لان ده اساس مكالمتي لكن عندي شكوى من عديد من الفرق خاصه بالمساحات للاقسام غير الدوري الممتاز تم الغائها من خلال اتحاد كره القدم المصري والانديه كلها يعني بتستنجد بحضرتك لانه حاله من الخوف والرعب وخوف كمان من الغاء المسابقات بالكامل يعني حضرتك ليك دور كبير جدا السنه اللي فاتت في عوده النشاط كله نعم لا احنا سمعنا حضرتك في موضوع الناشئين وانا فعلا تواصلت مع الاتحاد مع المنطقه قال لهم مفيش الغاء وبعتنا له رسمي ان الانشطه مفيش فيها الغاء بالعكس احنا يعني بندعم كل حاجه مفيش يعني لا يا فندم هو الغى مسابقات الناشئين بالكامل ما عدا ثلاث مسابقات للجمهوريه لكن كل مسابقات الناشئين والبراعم تم الغائها والمساحات للقسم الثالث والرابع تم الغائها و13 فريق من الكره النسائيه من الدرجه الثانيه تم استبعادها بحجه عدم قيد عدد من اللاعبين لان مع انه يعني ما شاء الله سياده الرئيس اتكلم على الرياضه النسائيه و الولاد دول في القسم الثاني وعندهم فرق ناشئين وفرق كبار في حرم الكبار وحرم الناشئات من التواجد يعني فبالتالي اعتقد انا والله ما كنت عايز اتكلم في هذه الامور لانه احنا عندنا فرح بكره فكنت عايز اكمل في الفرح لكن انا بنقل لك خلينا في الفرح وانا هاخد دوت نعم. واتواصل مع الكابتن احمد واتواصل مع الاتحاد ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سياده الوزير دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على كل هذه المعلومات.